ازيكم؟ التخطي والتجاوز والقدرة على النسيان، ياما في ناس هتخش في حياتك وممكن تعلم عليك او تعلم فيك او تعلم معاك. في ناس صعب تنساه، فانت محتاج تتعلم يعني فك التعلق، او هتحتاج فك التعلق والتجاوز التخطي السماح بالرحيل. هتتعلم يعني مرادفات كتيرة يعني، او النسيان بسهولة، او ان الشخص ده عادي. يعني انا مثلا كنت اعرف واحد او واحدة تعرف واحدة او اي حد يعرف اي حد. فانا كنت اعرف واحدة، خلاص الواحدة دي احنا فركشنا العلاقة، اتطلقنا، كل واحدة راح، كل حي راح لحاله، ولا كل حي راح لدنيته. هي دلوقتي مثلا اتجوزت، راحت، اتخطبت، اتطلقت، هي حرة في حياتها، خلاص مالي دخل في حياتها. كان انسان في حياتي وطلع راح بكل ما فيه بقى، راح بحلو بمر، وبالايام الحلوة، بالايام المرة، بالذكريات الحلوة، بالذكريات بنت الكلب، كل حاجة راحت. يعني الكلام ده بيبقى في اول مرة صعب، يعني اول علاقة حب في حياتك او اول شخص انت تتعلق بيه في حياتك بيبقى صعب انك تتخلى عنه، لان انت اول مرة تجرب طعم الحب، واول مرة تجرب طعم التعلق، واول مرة تجرب طعم ان يبقى فيه انسان في حياتك ويومك بيكتمل بيه ويطلع من حياتك. يعني مثلا انا اتعودت على فلانة من الناس كانت في حياتي، خلاص انا اتعودت ان انا كلامها الصبح، كلامها الظهر، كلامها العصر، اكلمها المغرب، اكلمها العشاء، كلامها اول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام. يعني خلاص انت اتعودت، اصبح هذا الانسان عادة موجودة في حياتك، اتعودت على صوته، اتعودت على انك تناديه باسمه، اتعودت على انك تروح انت وهو في مكان محدد، في اماكن محددة. خلاص الانسان ده اصبح جزء من حياتك وجزء من تاريخك وجزء من الذكريات اللي انت عشتها. لو رجعنا بآلة الزمن لورا وبصينا على سنة 2012 ولا مدري سنة 2000 وكم، هنلاقي الشخص ده موجود. يعني هيجي بقى الفترة ان انت لازم تنسى هذا الانسان اللي انت اتعودت عليه، فك التعلق، التجاوز، النسيان، التخطي، السماح بالرحيل والنسيان والطلاق، وانك تبتدي حياة جديدة، وانك تتعلم أنشطة جديدة، وانك تبني نفسك من الاول وجديد. الكلام ده بسببه ناس بتدخل المستشفيات، الكلام ده بسببه ناس بتتعالج نفسيا، الكلام ده بسببه ناس بتاخد حبوب اكتئاب وحبوب مش عارف ايه نفسي، وتروح عند مستشار اسري ومستشار قانوني ومستشار نفسي ومستشار فلكي ومستشار روحاني ومستشار عفريت ومستشار عرق، كل الهم ابن الكلب ده، بس عشان حاجة بسيطة، عشان تتخلى عن عادة اتعودت عليها وهو وجود الشخص ده في حياتك بس، او انك حبيته او انك اتعلقت فيه. تخيل المشاعر صارت تتحكم فينا وصارت تاخد جزء كبير من وقتنا. يعني فباختصار يا جماعة الخير، باختصار الموضوع سهل وبسيط. لو قدرت تنسى هذا الانسان وقدرت تتجاوزه وقدرت تتخطاه وقدرت تطلعه من حياتك وقدرت تتقبل ان الشخص ده يكون مع غيرك، خلاص انت كده تجاوزت هذا الانسان، وتجاوزت ايام الحنين والذكريات والشوق، وتجاوزت كل الكلام ده. وكأنه يعني شخص انت اشتريت منه يعني خبز وعيش ومش عارف ايه في البجالة، وكأنه بياع بيبيع حاجة اشتريتها منه. شخص have no feelings، مفيش مشاعر، no feelings، مفيش اي مشاعر تربطك بهذا الشخص. دي قدرة كبيرة جدا، دي قدرة مش موجودة عند اي حد. يعني نادرا انت بتحتاج تدخل في علاقات كتيرة عشان تقدر تنسى بسهولة، وتقدر تتخطى بسهولة، وتقدر تتجاوز بسهولة، وتقدر انك يعني تبني نفسك من الاول وجديد، وترمم نفسك من الاول وجديد. يعني للأسف الشديد مش كل الناس عندهم نفس القدرة دي، مش كل الناس عندهم قدرة على التجاوز والتخطي. في ناس تعلق معك، وفي ناس تشغلك، وفي ناس تشقلب كيانك فوق تحت وتفكر فيها 94 ساعة في اليوم وتاخد من وقتك كتير، وخلاص حياتي بدونك مستحيلة، وسنظل أوفياء، ولن أتركك ولن أنساك ولن أنساك إلى الأبد، ومش عارف الكلام الكبير بتاع كلام الحب الخنفشاري العظيم ده، وسنظل قصة حبنا مستمرة، وسنظل أوفياء، ولن نعيش بدون بعض، والحياة بدونك ما تسويش، ومن ساعة ما سبتيني يا كوكي وأنا حياتي اتدمرت. الكلام الكبير ده كلام اللي هو يعني كلام ما بيوكلش عيش. لا تستطيع ضمان بقاء الأشخاص في حياتك، لا تستطيع ضمان بقاء الأشخاص في حياتك، لا تستطيع ضمان بقاء الود أو الود والمحبة بنفس القدر بشكل شبه مستمر، أو على الأقل بشكل مستمر.
فيا أخي في الإسلام ويا أختي في الإسلام، تجارب الحب والعلاقات للأسف الشديد لا تأتي بالخير دائما، بالعكس ده بتجيب مشاعر سلبية وبتهدك أحيانا. أنا لا أتخيل إن الواحد مر بفترات زي كده في حياته، دي عثرة في حياتك ونقطة سوداء في حياتك، إن شخص يجي ويفرق في حياتك، يفرق بوجوده في حياتك. الكلام ده ما عادش موجود. لما تتطور وتنضج يصير عندك دخول الأشخاص في حياتك أو خروجهم منها مش فارق، يعني مش فارق كبير ولا حاجة، الشخص موجود أو مش موجود حياتك كده كده ماشي، في أشخاص حلوين في أشخاص وحشين، لكن إيش نسوي، إحنا ما نقدر نضمنهم وما نقدر نضمن بقائهم. لذلك الحياة مراحل وكل جزء فيها بيكون مرحلة، وعلى حسب مين بيحن ومين بيشتاق، وعلى حسب مين اتعلق تعلق صادق، وعلى حسب مين هو الإنسان العاطفي ومين هو الإنسان المادي زاد عن اللزوم. الموضوع ده ياما اتكتب فيه كتب وياما ناس اتكلمت فيه في فيديوهات كتيرة. الموضوع ببساطة اسمح برحيل الطرف الآخر، مهما كنت تحبه، مهما كان في بينكم مودة، مهما كان، خلاص يا أخي كان في شخص موجود في حياتي ومشي، أو هي مشيت، أو الشخص ده، طبعا الشخص ده يعني امرأة مش رجل، يعني أنا مش راجل هتجوز راجل، ولكن هو كان امرأة. وللأسف الشديد إن العيال المثليين بيحبوا بعض بنفس هذا الحب، يعني تلاقي البنت تحب بنت وكأنهم متجوزين بعض، وتلاقي الرجل يحب رجل وكأنهم متجوزين بعض، ما ادري شلون. المهم انه انت بتسمح برحيل الشخص الاخر، عاد انا اسمح برحيل الشخص الاخر، انا اسمح ان هو يتجوز عادي، واسمح ان هو يتطلق ويخلف عيال، يجيب عيال، يتجوز مرتين، يتجوز ثلاثة، يتجوز 10، خلاص شخص طلع من حياتي، ما لي اي علاقة بيه، انتهى الزمن اللي كان بيننا وبين بعض، انتهت الذكريات، انتهت الايام الحلوة بالايام الوحشة، انتهى كل شيء انتهى، يغفر له الرب. يعني هو ده كل ما في الموضوع، هو ده فك التعلق والرحيل والتجاوز والقدرة على التجاوز، انك بتتعامل ببساطة مع الموضوع بس. يعني هتعمل ايه طيب اكتر من كده؟ هنقعد بقى نتخانق ونشتم في بعض ونرجع ونسب، ومين الغلطان وانا الغلطان وانت الغلطان وهو الغلطان، وانت ظلمتني وانا جرحتك وانت جرحتني وجرحنا بعضينا؟ سيبك من الكلام ده، اللوم والعتاب مهما تعيد ومهما تزيد، مش عارف ايه كده، عمر اللي فات ما هيرجع كده، يعني خلاص اللي مات مات، واللي راح راح، واللي كان كان، وانتهينا خلاص، خلصنا. يعني الكلام ما عادش ليه لزوم، فانت بكل سهولة وبكل إنسانية وأخلاق منك هتحاول على قد ما تقدر انه تسمح بالرحيل. لو وصلت الى هذا المستوى من التسامح والتصالح والهدوء، وانك تبطل تعمل سحر للناس عشان يحبوك ويرجعوا لك، انت كده وصلت الى مرحلة من اعلى المراحل في الرقي وفي النضج وفي الوعي.